النتيجة مرضية التي أعلنت من طرف السيد شوقي، النتيجة نسبة مشرفة، بنعم أو بلا فهي نسبة مشرفة حسب عدد المصوتين، حسب القائمة، حسب. مع التغيير، أنا مع التغيير، تغيير الدستور، أنا مع نعم لتغيير الدستور، لأن الدستور الماضي الدستور راه ينحاز إلى السلطة مباشرة. تغيير العهدة تاع الرئاسة مادة مطالب بها في الحراك، إعطاء استقلالية للصحافة مطالب بها للحراك، إعطاء استقلالية للعدل مطالب بها الحراك. أما تاع الديانات، حرية الديانات، فالشعب الجزائري معروف بأنه الدين نتاعو مسلم، لغته عربية، الوطن الجزائري. شوف هذا أكثر من سعادة، لأنه يعني حق بالنسبة للإعلام، حقق آفاق واسعة وحريات كبيرة للتعبير من خلال هذا العمل والإنجاز. يعني الرؤى تتضح والعمل يتضح وحرية التعبير تبقى مضمونة بخصوص هذا الدستور العظيم الذي سيفسح بلا شك آفاق ومجال أوسع للعمل، يعني أعطى حرية في كافة يعني الميادين، وأعطى ضمانات لجميع الحريات على في كافة المستويات. لنا أمل كبير بهذا الإنجاز العظيم الذي بهذا الدستور ستفتخر الجزائر وستأخذ مسارها الحقيقي والصحيح نحو آفاق. يعني بصفتي مواطن، يعني أعتبر إنسان عادي في مدينة عنابة، انتخابات يعني كانت شفافة وفي ظروف حسنة، أرى كل الناس يعني مش يعني أحسن انتخابات يعني من جميع النواحي، كانت منضبطة وما فيها يعني ني تزوير ني يعني كل واحد أدلى برأيه الشخصي. طبعا هذه انتخابات كان اللي يقول لا وكان يقول نعم، في العالم كامل تسير بهذه الصفة. يعني الانتخابات من حق الإنسان يقول وي نعم، ومن حق الإنسان يقول لا، يعني هذه الديمقراطية. كيف تشوف المستقبل العام؟ يعني ان شاء الله ماذا بينا احنا نطلب الجزائر تكون في الرياده، ونطلب يعني الهناء والشفاء لرئيس الجمهوريه، ولا ننسى كذلك يعني مازالت هناك يعني امور بربي ان شاء الله تتعدل، وان شاء الله نكونوا في المحافل كما الدول الاخرى.